يقوم بالدخول إلى داخل المخيم. طبعا السكن هنا عشوائي، يعني لا يوجد أي تنظيم. العائلات أتت بملابسها، لم تجلب أي شيء. منذ 3 سنوات جلبت بعض النقود، وهذه النقود نفدت. هنا المياه، تقوم بعض المنظمات بتأمين المياه، ولكن الرعاية بالصرف الصحي والكهرباء لا يوجد أي رعاية. الوضع مزري جدا، والوضع الإنساني سيء جدا. فاطمة 11 عام، مصابة بمرض، سوف يحدثنا والدها عن هذا المرض. تفضل حجي، اسم الكريم. رياض. أهلا وسهلا حجي رياض. البنت فاطمة اسمها؟ البنت اسمها فاطمة. عمرها؟ عمرها 11 سنة. 11 سنة. مصابة ب؟ بشلل رباعي. شلل رباعي. لا تستطيع لا. إدراك. إدراك لا عنده إدراك. أكل نحن من طعميها، سقاية، كل شيء نحن بنعرف شلون، يعني إذا جاعت من طعميها بنسقيها. نعم. ولحد الآن حفوضات وطعام. نعم. أنتوا بتطعموها؟ نعم نعم. لا يعني ما بتحسن تخدم نفسها بأي شيء؟ لا 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 خالص. حجي نازل من كم سنة هون؟ من 5 سنوات. من خمس سنوات. خمس سنوات. نعم. خمس سنوات. شلون ظروف المعيشية هون في المخيم؟ والله حالي قاسية جدا. قاسية، وأمور تعبانة كثير. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. طيب الطفلة قبل ما ينزوه كذا كانت تتلقى رعاية؟ نعم. هي؟ نعم كانت تتلقى رعاية وخدمة وفوط ودواء وحليب. نعم. ومن 5 سنوات لحد الآن رعايات لا يوجد لها. قدم لها لو كان حبة وجع راس. طيب أنت حجي أنت نزحت وكنتوا طلعتوا بتيابكم بدون. نعم. مصاري بدون. نعم. نعم. بدون أي شيء. حتى فهلا أنت. نعم. أنت في الوضع الحالي يعني شلون عم تحسن تكمل حياتك؟ هل البنت عم تحسن تعال جا تأخذها مكان؟ نعم بحسن. ما بس انا اخذها ولا اجيبها ولا ولا احركها من مكانها. يعني اذا صار معها شيء بدي اروح مثلا اجيب لها من الصيدليه اجيب لها دواء يجيب بس فوات اشتري لها. بالنسبه للجمعيات او المنظمات عم تقدم هون شيء يذكر قوي ولا بالنسبه لفاطمه؟ نعم. ولا شيء ابدا.